يا استاذ علي اتفضل. حاج علي معاك. يا اهلا بيك، اتفضل يا حاج. انا باشمهندس. ايوه معاك معاك. كمل حضرتك على الهوا، انا سامعك. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب الاول. وحضرتك بكل صحه وسلامه يا رب. بقول لي سعادتك، انا كنت عملت معاك مداخله عشان اسعار الجوت وانواع التجاوي والبيزا تيجي الجمعيات، وسيادتك ما دخل على التاكسي. لا هو حضرتك احنا اتكلمنا عن التقاوي. اسمعني اسمعني بس عشان اعرف كمل. معلش سيادة الوزير اعلن امبارح عن الاسعار. تمام ماشي. فاضل انواع التجاوي اللي قاعدين دي، كل جمعيه وكل مركز عايز يبقى انواع ايه، والبيتزا تيجي الجمعيه عشان في عرض البنجر، مكان البنجر فاضي يعني نص مارس 20 مارس 15 مارس هنزرعه، والوقت داخل ومفيش اسعار، مفيش تجاوي نزل وطبعا احنا مع الفلاح عاوز يعرف عشان الشارك واللي هيأجر. طيب يعني انا المعلومه وصلت لي يا حاج علي، انا بجيب لك الاسعار. الاسعار انت طبعا قلت لي ان هي تم الاعلان عنها ماشي، اللي هي 2500 جنيه سعر الانطار في الابلي و2700 في البحري. تمام وقابل للزياده ده حددنا ما ده ده سعر ضمان. يعني ايه سعر ضمان؟ يعني لا قدر الله لو حددنا حددنا. طب بشكرك يا حاج علي، بشكرك. معايا كذا حاجه ثانيه يا باشمهندس. طب سريعا يا حاج علي اتفضل. المكنه الزراعيه امبارح كلمت على طلبت نزل وبتاع، المكنه الزراعيه خربانه ما عادش فيها حاجه خالص. مالها؟ المكنه الزراعيه ما عادش فيها معدات تشتغل، كلها مستهلكه وما عادش ولا فيها جهاز ولا فيها قطع غيار. يعني ايه كلها يا حاج علي؟ حضرتك بتعمم ليه؟ سيادتك انا من محموديه بحيره. يبقى احنا عندنا مشكله في المحموديه، نشوف بقى بتاع المكنه في المحموديه. انا قدمت شكوى لرئيس الوزراء. ايوه. ماشي في شهر 5 اللي فات وانا قدرت بجد. وما فيش نتيجه لحد دلوقتي، واتصلت بكم كم مره واتصلت بكم كم مره. حاضر يا حاج علي، هشوف قطع المكنه في البحيره. بشكرك يا حاج علي، حاج علي. المحموديه بالذات يا باشا. حاضر، بشكر حضرتك يا حاج علي. سعر القطن تم الاعلان عنه، التقاوي والاصناف المختلفه ليها سياسه صنفيه هتبقى موجوده كلها في الجمعيات، وفي بعض الجمعيات موجود فيها. عايزين نشوف المحموديه اخبارها ايه، وايه المساحات المقرر زراعتها بالنسبه للدوره الزراعيه دي. نتابعها مع السيد وكيل الوزاره استاذ عزيز المحموديه في البحيره علشان نرد على الحاج علي. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعض الزراعيه مباشر. البرنامج برعايه